أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل ابسطوا القول في هذا مأجورين إن شاء الله، أليس من الاستثناء في الدعاء؟ لا، ليس من الاستثناء في الدعاء، هذا من الرجاء، يرجو الله عز وجل له الأجر، يرجو الله له الأجر، ويرجو الله أنه يعينه على البسط، مأجورين إن شاء الله على البسط، على بسط الجواب. نعم. وفي قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هو من الاستثناء؟ لا، ليس من الاستثناء، وإنما هو من نفي التزكية. نعم.